الصلاة والتبع والسلام على عباد الذين الصبع. ربنا أرنا كل منفعة واكتبها لنا وأنت مبارك لنا فيها. آمين يا سميع يا عليم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور جرام ولا عدوان إلا على من اختار لنفس الإبرة. صاد القرآن ضدك ضدك لسه القرآن في حروب المؤمنين بالتمام. لسه القرآن بيقص بين السعادة في الدنيا والآخرة وما بينهما من حياة البرزخية. إذن واذكر فخير الذكر ما ذكر فيه الرحمن، ولن تجد شيء آخر غير القرآن يذكر فيه الرحمن كما تم في القرآن من أسرار الذكر كلها. والله يحب الذاكرين. وكل الذي يخلص من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أنتم خلقون، أنتم منهارون، وأنتم تروون كلام الله القرآن بينما أنا القرآن يلعنكم وأنتم لا تعلمون. إذا هبوا إلى الله وارجعوا إلى الجادة تجدونه يفرح بعودتكم ويزيدكم من سعادتكم الدنيوية والأخروية أو البرزخية. نسأل الله البخت كله والسلام.